ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير يوثق لعملية نصب خطيرة يتعرض لها المواطنون، وتتمثل عملية النصب هاته عبر الاتصال بالضحايا من طرف سيدة أجنبية توهمهم أنها تريد عمل الخير لأنها مصابة بمرض خطير وتريد أن تتبرع بمبلغ مالي ضخم غالبا 2 مليار سنتيمات الذي سترسله عبر خدمة توصيل خاصة، وبعدها يتم الاتصال بالضحية من أجل تبليغه أن المبلغ المذكور وصل في طرد كوليا، ومن أجل تسلم الكوليا يطلب من الضحية إرسال مبلغ 1 مليون سنتيم عبر وكالة لتحويل الأموال. هذا وحذر النشطاء من أجل عدم الانجرار لمثل هذه الحيل القذرة التي يكون ضحيتها مواطنون ساذجين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي بخير؟ الحمد لله. سي رشيد، اللي بغيت نقول لك هو أن الكلية ديالك رجعت من لندن، إيه، إنجلترا، من طرف السيدة فاطمة فرحان، إيه، وجمعها مسؤول أجنبي. هذا المسؤول هو اللي غنجيبها لك بالعنوان ديالك، السيد محمد أليكس. إيه، حيت أنا في أكادير. واخا أنت في أكادير، حنا في الطبيب، دونك حنا غنشرحوا لك الطريقة كيف غنبيعوا لينا، يعني تصيفط الفلوس. إيه، ديال الرسوم ديالك. واخا المبلغ ديال الرسوم ديالك باش عرف سي رشيد، راه المبلغ 10,000 درهم، مليون. 10,000 درهم تماما، مليون اللي خصك تخلص. واخا واش اليوم ولا نهار الاثنين ان شاء الله؟ لا، خصك اليوم، لان المسؤول محمد أليكس اللي كان مع الكليه ديالك ما يمكنش يبقى عندنا هنايا، راه خصو يجي عندك مدينه اكادير باش يجيب لك الكليه ديالك. واخا الله يجازي بخير. يعني واش عندكم شي حاجه فاش سميتو؟ ما فهمتش كيفاش غنصيفطها. واخا سي، دابا باش نتفاهموا سي رشيد، إيه؟ يعني خطوه خطوه، الله يجازيك بخير. واخا انت دابا مستعد انك تخلص؟ الله يا ودي، والله يا ودي، حيت انا عارف الكليه مصيفطاني ديك السيده الله يجازيها بخير. واخا اسمع لي السيد رشيد، اسمع لي مزيان خطوه خطوه باش انت تهرب زمام الامور ديالك. واخا الله يجازيك بخير. واخا الله يجازيك بخير. غادي نصيفطوا لك ميساج، يعني انت معاش بالضبط غتقدر تفيرسي لينا المبلغ. وتقريبا من هنا 11 دقيقه ان شاء الله. نعم، من هنا 10 دقائق ان شاء الله. غير قول لي فين بلاصه غنصيفطها. البنكات سادي اليوم، البنكات سادي اليوم، كاينه وفا كاش، كاينه واخا. اسمع لي سيد رشيد. نعم، حنا غنصيفطوا لك ميساج، إيه؟ التليفون ديالك. هذا الميساج اللي فيه الاسم والنسب قاري سي رشيد ياك. شويه اللهم بارك شويه. لا، الا صيفطنا لك ان اس ام اس، ميساج عادي في الهاتف ديالك، تقدر تقراه؟ نقراه إيه؟ فوالا سي تري بيان. إيه؟ قولي لي سافوار ويستي، زعما قاري تقرا الميساج ولا لا؟ لا، نقراه. واخا دونك غنصيفطو لك ميساج، هذا الميساج اللي فيه السميه والكنيه ديال لو ريسبونسابل ديالنا الحاج محمد الادريسي. إيه؟ تمشي لاقرب وكاله بنكيه ديال وفا كاش. إيه، كاينه حدايا، نيت حدايا. فوالا دونك انت راه عارف الخدمه ديال وفا كاش. دابا الخلاص واش ديال التصيفط؟ اللي بغيت نقول لك السي رشيد هو انت عارف الخدمه ديالهم. ماشي غادي تمشي عندهم. اللي بغيت نوضح لك مزيان باش تفهم، ماشي غادي تمشي عندهم تقول لهم السلام عليكم بغيت نخلص كوليا. لا راه بغيت نصيفط على العنوان ديال هاد محمد اللي قلتي لي. لا، اكزاكتومون. اييه، قول لهم بانك بغيتي تصيفط هاد الفلوس هاد الاسم. اييه، صافيت لك شي مره صيفطتي من الوكاله ديال وفاكاش السي رشيد. الله يودي. تنصيفط للوالدين، تنصيفط للوالدين ديما. واخا دونك اللي بغيت نقول لك هو انه ملي كتصيفط الاسم ديال شي حد راه ضروري كيعطيك الورقه فيها كود. اييه تماما. فوالا، إيه. هذاك لو كود السي رشيد، اييه، خاصك انت صيفطو لينا من الرقم ديال التليفون ديالك. هذا صافي ضروري، ماشي من اي رقم، من هاد النمرة ديالك. علاش؟ لان المعلومات تم داخله بالرقم التليفون ديالك عندنا في الجهاز الالكتروني. صافي استاذ. ملي غتصيفط انت الكود من النمرة ديالك، ايه، غنعرفو بان رشيد عليفات راك دوزتي المبلغ في الاسم. صافي استاذ، مرحبا. انا
غادي نطبع لك الكوميه ديالك ونعطيها للمسؤول السيد محمد اليكس وهو غيعيط لك في التليفون يتصل بها يدير نطيبك ويجي عندك لنيس اكاديم. الله يجازيك بخير. واش الكوريه تقدر توصلني اليوم في العشيه؟ بيان سيغ راه من دابا انت ملي غادي تقوم بالاجراءات دابا غتفيرسي في السميه ملي غتصيفط في السميه ايه مباشرة ساعتين أو ساعة ونص أنا ملي غنسيب لو ميساج سمية وأنت غتمشي تقضي الغرض ديالك إيه؟ أنا غنوجد لك الفاكتورات ديالك الأوراق ديال الكلية ديالك والفاكتورات ديالك اللي من فينا الكود ملي غتصيفط الكود أنا غنطبع الكلية نعطيها للسيد محمد أليكس كلم معاك في الهاتف انطلق ويجي عندك في العشيه في الليل يكون عندك ان شاء الله. صافي الله يجازيك بخير. غير هو غير هو الى جاب الله صيفط انا تيبان لي احسن بلا ما نصيفط ميساج يعني نقيدها ونفتيها عليك حسن مزيان لا هي الا فتيها عليا راه غادي ندخلها في الاسم ديالك صيفطيها في ميساج لك صافي نفتي عليك كاع احسن الله يجازيك بخير. مع عندي واحد ليتوش عندي واحد ليتوش نمره 5 في شي ثلاثه الحروف وقيله ما تي ما بعد مرات ما تبغيش تدوز واخا دونك تعرف شنو غادي دير انت غادي تصيفطي لي دابا لا ملي عطاوك الروسي اييه ملي تفيرسي عطاوك الورقه اييه انت ملي تخرج من الوكاله صافي صافي الله يرحم والديك الله يرحم والديك استاذ الله يرحم والديك السلام عليكم. يلا لا تيطلع الميساج عندي يلا مرحبا استاذ مرحبا السلام عليكم.